خلينا نرجع تاني لارض الملعب ولقاء مع يعني صاحب الانجاز الكبير او اللي خطط لهذا الانجاز الكبير، مستر فرناندو مونزو المدير الفني للفريق الماسترز. اتفضلي يا هنا. من جديد برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ولسه مستمرين اكيد مع نجوم فريق الماسترز، اكيد رجال الكره الطايره بنادي الاهلي بعد تتويجهم برباعيه هذا الموسم. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم، معي بقى في هذه اللحظات مستر فرناندو مونزو المدير الفني للفريق. كونجراتيليشنز فور تشامبيونشيبس، سو وير فيري هابي، اول اوف الاهلي فانز ار سوبر هابي، كونجراتيليشنز وانس اجين. ثانك يو فيري ماتش. از What can I say? I didn't say before in the other three cups. I'm very happy. I'm very proud of this group of persons because of the final, all the players and the staff is amazing persons, amazing humans that understand how must to be a commitment group for to reach and to catch our goals. يعني طبعا انا كنت ببارك له على هذه البطوله وبقول ان هو حقق 4 بطولات مع النادي الاهلي. الحقيقه ان هو قال ما فيش حاجه جديده يذكرها اكيد غير ال3 بطولات الماضيه، لكن هو عايز يشكر الفريق ده ولاعبي الاهلي على ان هم قدروا اكيد يحققوا كل هذه البطولات وكانوا على قدر من المسؤوليه وبالنهايه قدروا يحققوا كل هذه البطولات. I want to ask you a question. What is the secret behind all of this success? Work and work. And after, continue working. There is not another secret. At the final is to find the right persons, like I said before, and these persons to be open for to learn, for to grow, for to improve, for to try to be better players. And as coach, for me, the goal also is starting is to create better persons. If they are better persons, for sure it's possible in the sport to reach all we can. يعني طبعا انا كنت بساله على ايه السر لان هو يقدر يفوز بكل هذه البطولات. الحقيقه هو قال لي السر هو العمل ثم العمل ثم العمل، وان هو اكيد يطور اداء اللاعبين ويطورهم في الملعب ويشتغل اكتر على العقليه بتاعتهم عشان يقدروا يحققوا كل هذه البطولات. I want you to send a message to all of the Ahli fans. As you know, الاهلي has a huge fan base. So what you want to tell them? I hope they enjoy this season. Each season will be different. We don't know what can happen the next. But I know they suffered in the last 2 years. We coming with a lot of pressure from us for this season, and we manage very well this pressure for them, for enjoy this season. And now I hope they are very happy and very proud of us and enjoy until start the next season. Thank you so much and congratulations once again. Thank you very much. Thank you. يعني طبعا انا كنت بقوله في النهايه يبعت اكيد رساله لكل جماهير الاهلاويه، لان طبعا في قاعده جماهيريه كبيره جدا للنادي الاهلي. حان هو قال عايزهم يفرحوا ويستمتعوا بالفوز بهذا الموسم الاستثنائي، لان هو عارف طبعا ومقدر ان كان في ضغط كبير في السنتين الماضيتين، لكن بقى ده الوقت اللي هو يستمتعوا ويفرحوا بالبطولات. واكيد في النهايه شكرته وباركت له مره ثانيه، واكيد يا كابتن هيثم ببارك لكم وببارك للاستوديو التحليلي ولكل الجماهير الاهلاويه مره ثانيه وثالثه. اكيد أبطال الماسترز هم أبطال الرباعية هذا الموسم، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو.